بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9093. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. إخوتي في الله، عنوان هذه المحاضرة قصص مكذوبة. انتشرت في التاريخ قصص ورواها عامة الناس، وتكلم بها بعض الخطباء على المنابر، وانتشرت بين بعض طلبة العلم، وفيها بعض الآثار التي لا تصح إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام. فحاولت هذه الليلة مستعينا بالله أن أبين هذه القصص المكذوبة ليتقيها طالب العلم، وليكون المسلم على بصيرة منها. لكن قبل أن أورد هذه القصص، هنا مناسبة من قضايا الساعة في هذه الأيام، قضية المخدرات. وعندنا في الأدب الإسلامي بديل عن الأدب الحداثي والأدب المعرض والأدب غير الملتزم، فأردت أن أعرض أبياتا نصرة لله ودعوة إلى الإسلام ودعوة إلى الخير وتحذيرا من هذه. فاسمحوا لي بين يدي المحاضرة قصص مكذوبة أن أورد مقطوعة بعنوان الإيمان وحرب المخدرات. حارب الناس العالم، كل العالم مجمع على حرب المخدرات. حاربوا المخدرات بالحديد والرصاص، ونحاربها نحن بالإيمان والإخلاص. حاربوا المخدرات بالتنديد والتهديد، ونحاربها نحن بالإيمان والتوحيد. فما معنا إلا الإيمان، وليس لنا من غطاء إلا الإيمان. يوم نؤمن بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كتبنا في رباء أبهى عبارة، كتبنا في رباء أبهى عبارة، وصغنا في مغانيها إشارة، هلم بضيوفنا في خير نزل، ترحب في قدومكم الحجارة. من الإيمان قد شدنا صروحا، وشيدنا من التقوى منارة، وبايعنا الرسول إمام صدق، نسجنا في القلوب له منارة، عليه الصلاة والسلام. كتبنا بالدموع له خلودا، على الأيام تبقى في جدارة، نعاهد ربنا عهدا وثيقا، لنحمل في سما العليا شعارة، لشرع محمد سالت نفوس. من الإيمان قد عشقت جواره، أقول له وقلبي غصن حب، يقدم في محبته ثماره، بنورك أدرك التاريخ ثاره، بنورك أنت، بنورك أدرك التاريخ ثاره، ومن جدواك شاد الحق داره، وقبلك كانت الدنيا ظلاما، وكان العرب قبلك في حقارة. نسجت لنا من الصحراء جيلا، سرى في الكون قد رفع الحضارة، شبابك في ربى الحمراء صلوا في الأندلس، شبابك في ربى الحمراء صلوا، وجيشك نظموا في الهند غارة، وشمسك أشرقت في كل قلب، ونورك قد سما في كل حارة. رمينا يا ابن قومي بالدواهي، بقوم عاكفين على الشطارة، زنادقة رضوا بالكفر دينا، حداثيين ظلوا يا خسارة. لهم في موسك نسب عريق، ودين الله قد هتكوا ستارة، ونذل مبتلى بمخدرات، أقام على بصيرته سكارة، يواري بالثياب سواد فحش،
يدنس من معاصيه الطهارة تغافل عن هدى الإسلام حتى تغير نوره إذ شب ناره، يقلد في الرذائل أجنبيا، يقلد في الرذائل أجنبيا لشرب الكأس أو حمل السجارة. ألسنا في العلا أحفاد سعد وأبناء المثنى وابن وارة؟ هم فتحوا بسيف الله كونا فأبدى الحق في الدنيا نهارة، فبشرى المجد أنا قد صحونا لننصر دين أحمد في مهارة. يشرفنا من الأفغان لجب شديد باسهم يوم الجسارة، ويتحفنا من الأقصى نداء يعيش يعيش أطفال الحجارة. وعرضت أسئلة قبل المحاضرة عن 5 أحاديث، وأنا أجزئ الأحاديث التي تعرض ويسأل عنها على المحاضرات. الحديث الأول، السؤال: ما صحة قوله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في الحدود؟ روى هذا الحديث البيهقي بسند ضعيف، وقال البيهقي إسناده منكر، وكل الآثار لا تخلو من مقال، لكن معناه صحيح، فإنه لا كفالة في الحدود في الإسلام. الحديث الثاني: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين. هذا الحديث رواه البزار بسند ضعيف، وله آثار تشهد له، لكن هو من هذا الطريق ضعيف. الحديث الثالث: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. هذا الحديث يقول الترمذي حديث صحيح، وصححه ابن الجارود، لكن ليس بصحيح. رواه الحسن البصري عن سمرة ابن جندب، ولم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فالحديث ضعيف. الحديث الرابع: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف، رواه أبو داود بسند مرسل، وهو مرسل عند أهل العلم، وما علمت أحدا صححه. الحديث الخامس: كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا الحديث رواه الحارث بن أسامة بسند واهي، في سنده سوار بن مصعب، ولا يصح حديثه، لكن العجيب معناه صحيح، مجمع على معناه، وأما هو من هذه الرواية فلا يصح مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام. ونعد إلى موضوعنا وعنوان هذا الدرس: قصص مكذوبة. الكذب من الكبائر، وهو علامة من علامات المنافقين، والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه في الصحيحين أنه قال من حديث ابن مسعود: لا يزال الرجل الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال في الكذب: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وهو الشاهد. أنا لم آتي بالحديث من أوله: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: 3 من كن فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب. والله سبحانه وتعالى يقول: ثم فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالكاذب ملعون، ولا يسمح بالكذب، ولا يستثنى إلا 3 صور: كذب الرجل على زوجته، وكذب الزوجة على زوجها في قضايا الحب ونحوه، وكذب الرجل في الإصلاح بين الناس، والكذب في المعركة مع الكفار، وأما غيرها فمحرم. والكذب من أسوأ صفات الرجل، حتى يقول أبو سفيان وهو مشرك لما سأله عظيم الروم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ولولا أن يأثر عني الكذب لكذبت، لأنه ما يعد جنة ولا نار ولا يخاف كافة، لكن خاف أن يسمع عنه العرب أنه كذاب، فلا يقبلون منه ولا يصدقونه ولا يأتمنونه، وتنزل منزلته في قلوبهم.
هناك قصص شهيرة أنا أستعرضها وأعلق عليها. ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان علي معه ابن أبي طالب، وهي مشهورة بين الناس. فنام علي عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فاستيقظ فسأل الله أن يرد الشمس عليه فردها الله فصلى العصر. هذه ذكرها البغوي وأمثاله، وقال ابن كثير قال ابن تيمية لا تصح، وذاك ليس محقق في الآثار وليس مصحح في الأسانيد. وقال ابن كثير الذي يروي هذه القصة مثل من يقول الأول إن كنت أدري فعلي بدنه من كثرة التخليط أني من أنا، إن كنت أدري فعلي بدنه من كثرة التخليط أني من أنا. وهي منتشرة عند طوائف من الناس يروون هذه القصة ويقول رد الله الشمس لعلي، وهي كذب، لم يردها الله، بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله لم يرد الشمس إلا ليوشع، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. يوشع أراد أن يقاتل الكفار فأوشكت الشمس أن تغيب، وقد وعده الله أن ينصره قبل أن تغيب الشمس، فالتفت إلى الشمس قال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي، فحبسها الله حتى انتصر وفتح الله عليه الفتوح ثم غابت. يقول أحمد شوقي قفي يا أخت يوشع، يا أخت يوشع حدثينا أحاديث القنور قرون الغابرين. يقول يا شمس يا أخت يوشع قفي يا أخت يوشع حدثينا أحاديث القرون الغابرين. وأبو تمام كذلك ظل في قصيدة الله يقول إن الشمس ردت على علي، يقول فوالله ما أدري، يقول فردت علينا الشمس والليل عاكف بشمس لهم من جانب الخدر تلمع. يتكلم في محبوبته لأنه عاشق منضبط مع الكتاب والسنة. يقول فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم من جانب الخدر تلمع. يقول لما ظهرت هذه طلعت الشمس من الخدر ونحن في الليل. فوالله ما أدري علي بدا لنا فردت له أم كان في القوم يوشع. أتابه ابن كثير قال وهو كذلك هذا لا يعرف يمينه من يساره، أو كما قال هذه القصة مكذوبة باطلة لا يجوز أن يرويها المسلم إلا على وجه التنبيه، لأنها حديث باطل موضوع كذب. ولم يرد الله الشمس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وما فاتته صلاة العصر، وهذا يرويها أهل البدع في كتبهم بأسانيد ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قصة علقمة وأمه يروونها الخطباء في بعض المساجد. القصة يقولون علقمة هذا كان عاقا لوالديه، كان يقدم زوجته على أمه فحضرته الوفاة، فطلب من أمه أن تسامحها فرفضت، فانغلقت عليه الشهادة ما استطاع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. حاولوا فيه، حاولوا بدلوا غيروا ما استطاع، سكر. فذهبوا إلى أمه قالوا اعفي عنه أو اعفي عنه، فقالت لا. فذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستدعى أمه، فقال طلبها العفو ورفضت، قال اجمعوا لي حطبا. قالت ماذا تريد يا رسول الله؟ قال أريد أن أحرق على علقمة. قالت غفر الله لعلقمة. فذهبوا فوجدوه قد تشهد. هذه القصة كذب وليست بثابتة، ولم يروها أحد من أهل العلم الموثوق بهم في الكتب المعتمدة، فلا يجوز للمسلم أن يرويها على المنابر إلا لوجه الاعتبار. ويكفينا ما في الأحاديث الصحيحة والآيات الواضحة في القرآن عن بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وفي الصحيحين أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوك. وبعض الناس ما يعرف يكذب، يريد يكذب لكن ما عنده خبرة في الكذب،
ما تعلم، ما درس الكذب دراسة، فلذلك يسميه ابن الجوزي كذب الحمقى. من ضمن كذبهم قام واعظ كذاب يعظ الناس بعد صلاة العشاء، قال اسم الكلب الذي أكل يوسف نون، اسمه نون والكلب والذيب، يعني الذيب الذي أكل يوسف نون، وما أكل الذيب يوسف، لم يأكله، وأنتم تعرفون القرآن، لكن الواعظ نسي فكذب. فقام الناس قالوا سامحك الله، ما الذيب ما أكل يوسف، قال أجل هذا اسم الذيب الذي لم يأكل يوسف، هذا أجل اسم الذيب، هذا الذي أتيت به اسم الذيب الذي لم يأكل يوسف. وقد مر معنا أن قوما من المحدثين اختلفوا هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة، لأن الحسن البصري تابعي وأبو هريرة صحابي، فيتساءلون الحديث أهل الحديث هل سمع منه الحسن سمع من أبي هريرة حديثا صحيحا أو لقيه، فاختلفوا، قوم يقولون سمع وقوم يقولون ما سمع. فقام أحدهم وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سمع الحسن من أبي هريرة، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء قبل أن يأتي، بل مات قبل أن يلد الحسن، وهذا أمر معلوم، فكيف يقوله عليه الصلاة والسلام على من سبيل هذه الخزعبلات التي ينبغي أن ينبه عليها، لأن بعض أهل الوعظ ما يملك حديثا ولا آيات، يأتي بخزعبلات. أحدهم وقد مر بنا هذا في درس البخاري يقول ابن الجوزي، وأنا أريدها لأن المحدثين أوردوها ولا حرج، قام فتحدث في الناس في نعيم الجنة، لكن ما يعرف الأحاديث الصحيحة فأتى بباطلة، قال في الجنة كل شيء. قال رجل منهم إذا اشتهى أهل الجنة العصيدة، كيف العصيدة؟ يعني في الجنة إذا طلب أهل الجنة العصيدة، نسأل الله من فضله. فقام قال إذا اشتهى أهل الجنة العصيدة، فصح في الأحاديث اسمع أن الله سبحانه وتعالى ينشئ جبالا من دقيق، يقول إذا طعنت فجر جبالا من دقيق، ثم يرسل عليها سيولا فتأخذها إلى قيعان الجنة فتعصدها، فيقول الله لأهل الجنة كلوا واعذرونا. من القصص المكذوبة وهي القصة الثالثة قصة ثعلبة ومنعه للزكاة، قصة ثعلبة ومنعه للزكاة. القصة مجملة وهي كذب، أن ثعلبة قالوا كان فقيرا، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني غنما ومواشي، فدعا الله له، وكان يسمى حمامة المسجد، كان يصلي كل فريضة، فكثرت غنمه فخرج من المدينة ما يصلي إلا بعض الفروض، فكثرت فابتعد فأصبح لا يصلي إلا الجمعة، فكثرت فابتعد فأصبح ترك الجمعة، فأرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه الزكاة فرفض. أورد هذه القصة مثل ابن كثير وابن جرير وابن الأثير وهي باطلة. فأرسل له صلى الله عليه وسلم جابن يطلب منه الزكاة الصدقة، قال لا صدقة لكم عندي، هذا المال ورثته كابرا عن كابر. فلما مات عليه الصلاة والسلام ندم ثعلبة، فأتى بزكاته إلى أبي بكر وقال خذها، قال أبو بكر والله لا أقبلها وقد ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى إلى عمر قال والله لا أقبلها وقد ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كذب إسنادها موضوع، وهي تخالف نصوص القرآن والسنة. الله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، والله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من أذنب وأتاب تاب الله عليه، المشرك وهو مشرك إذا أذنب تاب الله، إذا أذنب وتاب تاب الله عليه، فكيف بمنع الزكاة؟ قصة باطلة لا يصح أن تروى إلا على وجه التنبيه. القصة الرابعة مغاضبة الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي. أنا سمعت هذه القصة في بعض قرى الجنوب، يقول أحدهم كبير سن عمره حول 80 قال يا ابني تغاضب علي والرسول عليه الصلاة والسلام، ولولا أني سمعتها في مواضع ما نبهت عليها. قلت كيف تغاضبوا؟
قال: غضب علي رضي الله عنه على فاطمة بنت الرسول فسبها وسب أبها، استغفر الله. ويرفض هذا الشايب الكبير، يرفض، نبه عليه ورفض، يقول لا هذه صحيحة. فذهبت فاطمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: غاضبني علي. فأرسل إليه فقال: يا علي اذهب وخذ هذه العصا وابحث لي عن الغابة عن عصا مثل هذا العصا. فذهب، قال: فلما ذهب يبحث في الغابة ما وجد العصا مثل هذه العصا، عصا سمحاء مستقيمة، ووجد شيخا كبيرا خاف منه علي وفر منه. وفي قصص طويلة. فلما رجع قال: ما وجدت مثل هذه العصا. قال: أما هذه العصا ففاطمة، لن تجد في النساء مثلها، وأما الرجل الشجاع الذي رأيته في الغابة وفرت منه فأنا، فلذلك أنا أشجع منك، هذه لا تصح ولا تروى. وقد كثروا من الخزعبلات، فعلى طالب العلم أن ينبه، لأن ربما كان في بعض النواحي آثار للابتداع والمغالاة في حب علي أكثر مما أنزله أهل السنة منزلته رضي الله عنه وأرضاه، ونشهد الله على محبته، وأنه أمير المؤمنين، وأنه من المقبولين ومن المجاهدين ومن الصادقين ومن الزهاد ومن العباد، لكن لا نغلو ولا نكذب في سيرته ولا نحمل سيرته ما لا تتحمل، فقد برأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، وهو رابع الخلفاء، وهو رابعهم في الفضل، وهو ابن عم محمد عليه الصلاة والسلام، ومنزلته من الرسول عليه الصلاة والسلام كمنزلة هارون من موسى. القصة الخامسة أثر يروى وهو موجود في بعض الأشرطة. يقولون: أرسل الله جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام فقال جبريل: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام ويقول: أقرئ أبا بكر السلام، وقل له: هل رضيت عني؟ فإني قد رضيت عنك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أبا بكر وقال: يقول الله يقرئك السلام ويقول: هل رضيت عن الله؟ فإن الله قد رضي عنك. قال: نعم، ولكن والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة وإحداها خارج الجنة. هذه مكذوبة، إنما نبهت عليها لأنها موجودة في بعض خطب الجمعة لبعض الناس. هذه لا تصح وهي مخالفة للنصوص وسندها باطل، ولم يتم شيء من ذلك أبدا، فلينتبه لها المسلم. أولا، الرجاء مطلوب، وأبو بكر صاحب رجاء. ثانيا، هذه الصيغة لم ترد وسندها واهن كل الوهاية، بل لم يثبته أحد من أهل الصحاح المعتمد عليهم. القصة السادسة، وسمعت وكثير منكم سمعوا أن أحد الناس يقول: لما دفن عمر رضي الله عنه، دفن في القبر، أرسل الله إليه ملكين يسألاني، فاستيقظ عمر في القبر وقال: من ربكما؟ من نبيكما؟ ما دينكما؟ يعني بدل ما يسألون هم قالوا من شجاعة عمر قام يسألهم هم، وهذه باطلة، سندها لا يصح. الأمر الثاني، أمر هذا من الله عز وجل لكل الناس، لم يستثني أحد إلا من استثناه برحمة منه. الأمر الثالث، من أخبر الناس أن عمر قام في قبره؟ قالوا: رؤيا في المنام. وهذه من تلفيقات بعض الناس القصاص، ولا يصح أبدا، ولم يرد ذلك في سند صحيح، فليتنبه لها العبد. في شريط كامل موجود قصة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل يقرأها بصوت يظهر عليه أنه عامي، يقرأه بصوت يبكي، يبكي ما يسمعه الإنسان إلا يبكي، وهو يدري أن القصة كذا لكن يبكي، يجعلك تبكي بالغصب. هذا صوته يعني يطرب به. روى قصة يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ثم أتت قصة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معاذ فرآه في المنام. قال: فقام معاذ في الصباح فحذف التراب على رأسه: وحبيباه وخليلاه وقرة عيناه. وهذا برأ الله معاذ، ما كان يحفي بالتراب على رأسه ولن يفعل، بل هو حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين وليس بصاحب نياحة. وأتى بخزعبلات، قال: فأتى معاذ من اليمن فطرق على أبي بكر الباب، قال أبو بكر من داخل الباب وهو يبكي على فرق الرسول صلى الله عليه وسلم: من بالباب؟ من الذي يذكرنا فقد الأصحاب؟ من الذي أبكانا على الأحباب؟ قال: أنا، أخرج. قال: فخرج أبو بكر، ثم أنشد قصيدة أبو بكر.
في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليه معاذ بقصيدة، ثم ذهب إلى عمر وكلها قصائد غزل. العجيب أنها غزل لمجنون ليلى ولكثير عزة، من ضمنها يعني أبيات ما تصح أن تقال عن الصحابة. يقول: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقي. وهذه المجنون ليلى في القرن الثاني. ومنها يقول: يقولون ليلى في العراق مريضة، هذا لم يردها في الشريط لكن من القصيدة: فيا ليتني كنت الطبيب المداوية، وإني لأستغشي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خيالي. وهذا ينتشر هذا الشريط وهو كذب، صلب عليه، لا يصح أن يروى ولا يستمع إليه، لأنه نسب إلى الصحابة ما برأهم الله منه، فهم عدول وأخيار ويتعاملون بالكتاب والسنة، وفيهم زهد وصدق مع الله. وأبو بكر ما جلس كالعجوز وراء الباب يبكي، بل قام بالسيوف المسلولة على المنبر على الأهل الردة، وقال: والذي لا إله إلا هو، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للرسول عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. أبو بكر أخذ العلم يوم الجمعة، العلم الراية مكتوب فيها لا إله إلا الله، ونصبها كذا، وأتى بالجيوش القادة خالد بن الوليد وعكرمة وأسامة، ثم سلمهم الرايات لقتال المرتدة. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه انهار الناس إلا هو في تلك الساعة، فأتى يوم مات عليه الصلاة والسلام، فأتى بعصا في يده وقد ثبته الله، كان في المزرعة في العوالي، وأتاه الخبر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى وعليه السكينة، ما شاء الله تبارك الله، عجبا من قلبك الفذ الكبير، تتهادى حاملات بالرؤى، عجبا من فذك من قلبك الفذ الكبير. أتى يشق الصفوف ودخل أولا فسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مسجى، كشف الغطاء عن وجهه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياة بأبي هو وأمي. ثم دمعت عين أبي بكر الصديق على خد المصطفى وقبله وقال: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي قد كتبت عليك فقد ذقتها، ولكن والله لا تموت بعدها أبدا. ثم خرج في اتزان، والمدينة تمور مثل القدر إذا استجمع غليانا، الناس كبار الصحابة، عمر كان يخر على قدميه في الأرض خوفا ووجلا، وأتى وإذا عمر وقف بالسيف يقول: يا أيها الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات، من زعم أنه مات ضربت عنقه بهذا السيف، إنما سافر إلى الله 40 يوما مثل ما سافر موسى، وسوف يعود إلينا. فقام عمر أبو بكر فقال: اسكت يا عمر. ثم صعد المنبر فخطب خطبة ما سمع الدهر بمثلها، وقال: من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فوالله كأني أول مرة أسمع هذه الآية. ثم قام أبو بكر فدعا أسامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض الموت استدعى أسامة، كان عمر أسامة يقولون 13 إلى 15 سنة، بعض الناس عمره 13 ما يعرف يذهب يأتي بتميس أو فول من الفرن، ضائعة خبل، ما عنده عقل، عقله مرقة، يعني عنده يعرف بلوت ومراسلة وجمع طوابع، لكن ما عنده من المقاصد شيء. أسامة عمره 13 على الفرس يقود الجيش يفتح الفتوح، محمد بن القاسم عمره 17 سنة فتح السند وقاتل داهر وذبح كذبح الدجاجة وحدم الأصنام وفتح ما يقارب 20 مدينة في جهات أفغانستان والسند والهند. إن السماحة والنجابة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سؤدد من مولدي. ابن عباس يفتي عمره 10 سنوات، والآن بعضهم ما يعرف يصلي عمره 10 سنوات، يتقلب في السجود، يسجدون بعض الأطفال عمرهم 12 و10 سنوات يتقلبون ويتمرغون كأنهم يسبحون في الماء في المسجد. فالمقصود هنا أبو بكر أعطى الراية أسامة، قال الصحابة: يا خليفة رسول الله، هذا استطراد مني، يا خليفة رسول الله، لو أبقيت الجيش لأن نخاف على المدينة، لأن يعني وفاة رسول الله عليه وسلم كونت جرحا في قلب الأمة، ويخاف على العاصمة أن تهتز،
ويراد حراسة متينة للخليفة الجديد والحكومة الجديدة. قالوا نرى أن يبقى الجيش هنا هذه الأيام. قال أبو بكر والله لو أخذتني الكلاب برجلي لأنفذن جيش أسامة. فخرج أسامة وأبو بكر كان يكلم أسامة، وأسامة على فرس قوي، وكان يمسك أسامة الفرس بلجامه لئلا يعدو ليستمع لكلام الخليفة. فأتى أسامة يقفز من على الفرس ليركب أبا بكر، لأن الخليفة أفضل منه يمشي على الأرض وأسامة القائد على الفرس. قال أبو بكر والله لا تنزل لا تنزل، ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. رضي الله عنك، كأنك ما غبرت أقدامك، أنت مغبر أقدامك في سبيل الله منذ الإسلام. غبر قدمه وأبكى عينه وسلم دمه وماله في خدمة لا إله إلا الله. فالقصة هذه قصة الوفاة التي يروى في الشريط بهذا الأسلوب لا يصح. من القصص المشهورة ويعرفها طلبة العلم وهي منشورة في بعض مدارس، فروخ والد ربيعة. يقولون كان ربيعة الراي هذا خرج أبوه، ربيعة الراي من علماء المدينة، خرج أبوه وأمه حامل بابنه ربيعة، هذا كان ربيعة في بطن أمه. فخرج أبوه يجاهد في سبيل الله، فمكث في الجهاد 30 سنة، ثم أتى وقد أنجبت امرأته، أنجبت ولدا، فنشأ هذا الولد ربيعة فتعلم العلم وأصبح معلم أهل المدينة جالس في المسجد. فأتى فروخ والده فدخل المسجد وعجب من هذا العالم، من هو هذا العالم؟ يعني ربيعة وهو ابنه لكن ما عرفه. ثم ذهب إلى البيت فوجد امرأته وعندها رجل هو ربيعة، فقام يذابحه ويقاتله. قالت المرأة من أنت؟ قال أنا فروخ. قالت أنت والدنا وهذا ابنك، هذا لا تصح، أبطلها الذهبي. وهي مذكورة في كتاب أظنها والله أعلم صور من حياة التابعين، ولو أن الرجل كاتبها عالم وفيه خير كثير وأديب، عبد الرحمن رافت الباشا رحمه الله، لكن هذا لا تصح وليست بثار ثابتة، زيفها أهل العلم. من القصص القصة التاسعة قصة مالك بن دينار وتوبة مالك بن دينار. هذه موجودة في خطبة الجمعة لبعض الفضلاء، وهي قصة باطلة أبدا. يقولون كان مالك بن دينار في شبابه جنديا، وكان سكيرا يشرب الخمر كشرب الماء، فترك الصلاة وشرب الخمر، وأظن يقولون ماتت ابنته، فرآها في المنام كأن ثعبان يطارده، فالتجأ إلى ابنته وكاد يدخل النار في قصة طويلة. فقام من النوم وهو يبكي وهرع فزعا خائفا وجلا، فاغتسل وذهب فصلى الفجر وراء الإمام الشافعي. هذه القصة باطلة، سندها لا يصح. والشافعي ولد بعد مالك بن دينار بما يقارب 70 سنة، يقولون صلى وراء الشافعي. الشافعي ولد بعد مالك بن دينار بما يقارب 70 سنة، كيف يصلي وراءه؟ الأمر الثاني أن مالك بن دينار صالحا من صغره. الأمر الثالث أن مالك بن دينار لم يتزوج ولم يكن له بنت. فالقصة هذه صلب عليها، إذا سمعتها فلا تصدقها. ومن القصص أو من القضايا كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني، لا يصح أن هذا الكتاب أنه ألقي في مناظرة، ولو أن ابن تيمية ينقل عنه، فيمكن مقصود ابن تيمية أن هذا الكتاب ألفه عبد العزيز الكناني، لكن المحاورة التي جرت بين عبد العزيز الكناني والمعتزلة أو المأمون ليست بثابتة عند أهل العلم، ينكرها الذهبي وأمثاله. فكتاب الحيدة هذا فيه نظر، لعبد العزيز الكناني في صحته نظر لأمور. أولا سند، وأين سند الرواية؟ ثانيا كيف دائما الغالب هو عبد العزيز الكناني وذاك المغلوب ولو في نقطة واحدة؟ المبتدع وعنده حجج. ثالثا من الذي شهد القصة فكتبها كلما خرم حرم فن؟ رابعا يقول الخليفة إن كان الحق معك يا عبد العزيز رجعت، وإن كان مع بشر عدت معه، وما رجع الخليفة والحق مع عبد العزيز الكناني. هذا على الطريق حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فخرجوا في غزوة، فلما عادوا من الغزوة إلى المدينة قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. حديث باطل لا يصح موضوع، بل الجهاد الأكبر الجهاد في سبيل الله، لأنك في سبيل الله تجاهد نفسك وتجاهد الكفار، وأما في بيتك فتجاهد نفسك وحدها. فلا يصح هذا الحديث إليه عليه الصلاة والسلام، ولينتبه له، فهو حديث باطل.
حديث مثلا من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا حديث باطل، بل معناه خطأ، بل الذي يرتكب المعاصي ويصلي أقرب إلى الله من الذي يرتكب المعاصي ولا يصلي. والصلاة لا تزيد صاحبها إلا قربا من الله وإلا زلفا، ولا تزال الصلاة بصاحبها حتى يكون صديقا ووليا من أولياء الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. في السوق أيها الفضلاء، وهي القضية الثانية عشرة، كتاب للإمام أحمد بن حنبل اسمه كتاب الصلاة، لا يصح نسبته للإمام أحمد وليس بصحيح، وهو كذب، ولم يؤلف الإمام أحمد كتابا عن الصلاة مستقل، وأسلوبه ركيك، أسلوب عصري، يتكلم كأنه من أسلوب الثقافة. الثقافة وصلة الإنسان برب، هذا ليس من كلام الإمام أحمد ولا من كلام القرن الثاني، وقد نبه أهل العلم عليه أنه باطل ولا يصح نسبته للإمام أحمد. نسبة كتاب أرسله الذهبي لابن تيمية ينصحه ويحذره من علم المنطق لا يصح، كذب. بيّن كثير من الكتاب أنه لا يصح أن الذهبي أوصى ابن تيمية أن يترك علم المنطق أو يتعلم علم الكلام، لأن مقصود ابن تيمية أن يتعلم علم المنطق وعلم الكلام ليرد على أصحاب هذا الفن، فما كتب له الذهبي بذلك شيئا. قصة مالك وجلد القاذفة، يعني تسمع بعض الناس يقولون أتت امرأة تغسل امرأة ماتت في المدينة، فلما أتت تغسلها قالت المغسلة للمغسلة الحية للميتة هذه زانية، فالتصقت يدها عقوبة من الله بجلد هذه الميتة، فذهبوا يسألون فوقعوا على الإمام مالك، فقالوا قال الإمام مالك اجلدوها 80 جلدة حد القاذف وتطلق يدها، فجلدوا هذه المغسلة 80 فانفكت يدها، هذه كذب ولا توافق الأصول ولا الأحاديث، وهي خطأ نسبتها لذلك. هذه ممن أحببت، وهي 14 قضية ننبه عليها في هذا العنوان قصص مكذوبة. ولكن تساؤل، ما أسباب الكذب؟ لماذا يكذب الإنسان؟ ما هو الحامل الإنسان على أن يكذب؟ أولا نقص الإيمان، فإن الإيمان ومراقبة الله عز وجل إذا نقص في قلب العبد كذب، والكذب درجات، ولكن من يكذب ففيه شعبة من النفاق، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ونعوذ بالله من الكذب. من أسباب الكذب التزلف إلى السلاطين وإلى الوجهاء وإلى الأثرياء، يتزلفون بالكذب إليهم، مثل ما فعل بعض الناس من الكذابين عند الخلفاء العباسيين، وضعوا لهم أحاديث في فضل الخلفاء، يعني تولى المهدي قال وأبو جعفر المنصور، أتوا بحديث أبو جعفر المنصور خير أمتي، وما قال عليه الصلاة والسلام، أتوا بعد ما مات أبو جعفر تولى المهدي فوضعوا في حديث، مات المهدي أتى الهادي وضعوا حديثا، أتى هارون الرشيد وضعوا حديث، يعني مستعدين لكل خليفة. هذا التزلف، أحدهم دخل على المهدي وهو يلعب بحمام عنده فقال ما رأيك يا فلان في لعب الحمام؟ قال يقول عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح، الجناح من كيسه علشان يبرر للخليفة يلعب بالحمام. الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه يقول لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، خف يعني في الجمال ونحوها، وحافر الخيل، ونصل الأسهم. فأتى هذا فقال لا سبق إلا في خف ونصل وحافر وجناح، فدخل الحمام. الله يسامحنا وإياه في هذه المسألة. من ضمنهم كذاب قام في المسجد يروى هذا، والإمام أحمد جالس، ويحيى بن معين جالس في مسجد في البصرة، وهذا الكذاب تورط، ما يعرف الإمام أحمد ولا يعرف يحيى بن معين، والإمام أحمد محدث الدنيا ويحيى بن معين محدث الدنيا، فقال هذا الكذاب يا أيها الناس حدثنا أحمد بن حنبل، وفضح الله أن أحمد بن حنبل في الصف الأول، قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله خلق الله له طائرا منقاره من ذهب ونوريته من زبرجد، اسمع الكلام، وريشه من جوهر. ثم أتى بقصة طويلة، فتبسم الإمام أحمد ووضع يده على فمه
ثم استدعى الإمام أحمد، وبعدين طلب الناس، وشحاذ في آخر الموعظة طلب الناس دراهم، فاستدعى الإمام أحمد وقال تعال، فأتى قال ظن أن الإمام أحمد بيعطيه، فاقترب من الإمام أحمد ومد يده أن يعطني، فمسكه الإمام أحمد قال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك بهذا الحديث، ماذا يقول الكذاب؟ قال سبحان الله ما أجهلك، يقول الإمام أحمد ما في الدنيا إلا أنت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، لقد حدثت عن 17 رجل يحيى بن معين، 17 رجل يحيى أحمد بن حنبل، يحيى بن معين 17 وأحمد بن حنبل 17، أنت ما فقط في الدنيا. فتبسم الإمام أحمد أكثر، هذا بلية، هذا من أسبابها كذلك التزلف للناس، ومنها يريد بعضهم من أسباب الكذب تحسين عمل من الأعمال أو مهنة من المهن أو حرفة من الحفر من الحرف، وبعضهم يحقد على بعض الناس فيضع عليهم أحاديث، مثل حديث موضوع موجود في كتب الموضوعات، رجل يبغض السواقين، هذا الصباغين الذين يصوغون الفضة يبغضهم، أظن تخاصم معهم متشاجر، قال يقول عليه الصلاة والسلام أكذب أمة السواقون والصباغون، وهذا كذب. مثل رجل نسب في حلقه باذنجان يريد أن يبيعه ممتعنا، فوقف في السوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الباذنجان فإنه من طعام الجنة. رجل آخر ذكره العلم عنده ديك نزل به في السوق يحرج عليه، من يشتري الديك من يشتري، فبقي إلى صلاة الظهر ما يشتري أحد، قال سمعت فلان حدثنا عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الديك من حيوان الجنة، ثم أتى بقصة طويلة فاشترى الديك منه. ومن أسباب الكذب أن بعضهم عنده مقصد حسن ولكن وسيلته سيئة، فيريد يكذب، يقول قيل لأحدهم ابن أبي مريم لماذا تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا وأنا أكذب له، أنا ما أكذب عليه أكذب له. فأتى في فضل كل سورة فوضع حديث، قال سورة البقرة فيها فضل حديث موضوع، حتى أتى بمئة وأربعتاشر حديث موضوع في فضائل السور، فهذا مذموم، وقصده أن يبرر للناس يقرؤون القرآن، وقد أخطأ وظل سبيله وكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنها أغراض أخرى قد تكون في نفس الكاذب يريد أن يمشيها، مثل العداء للإسلام. أحد الزنادقة أتى هارون الرشيد يقتله، فقال لهارون الرشيد اقتلني أو لا تقتلني، والله لقد وضعت على الأمة وكذبت على أمة محمد 4000 حديث. قال هارون الرشيد أقتلك وأتقرب بدمك إلى الله، 4000 سوف يخرجها ابن المبارك يصفيها وفلان من المحدثين، يعني ينقونها مثل الصيارفة، ونقل حديث وذبحه هارون الرشيد. ومنها أن يكون في الرجل زندقة، مثل أن يأتي بحديث تطعن في الإسلام والعياذ بالله، أو في الرسالة. ومن الأحاديث يعني على سبيل المثال التي تخالف المعتقد والتي لم يأتي بها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيى الله له أباه وأمه فكلمهم وأسلموا في القبور ثم عادوا ميتين، هذا خطأ. أو أن أبا طالب أسلم قبل أن يموت، وهذا يعارض الأصول الصحيحة التي وردت في الكتاب والسنة، فليعلم ذلك. هذه من أسباب الكذب التي تنتشر. لكن كيف تعرف الحديث المكذوب؟ لك وسائل في أن تكشف الأحاديث المكذوبة، وسوف أخبركم بكتب الأحاديث الصحيحة وكتب الأحاديث الباطلة. من الوسائل التي تكشف لك الحديث الكذب السند، إذا كان في كذاب أو متروك فاعتبر السند واهي ومنكر وموضوع هذا الحديث، إلا من طرق أخرى إذا بحثت عنه. الأمر الثاني أن ينبه أحد علماء الإسلام عليه وهو عالم ثقة، مثل أحمد أو ابن معين أو ابن أبي حاتم أو ابن المديني أو سفيان أو نحوهم أو البخاري، فيقولون هذا حديث كذب لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن يعارض قواعد الدين فيطعن في قواعد الدين الكلية ووصوله الثابتة، فهذا يرد. الأمر الرابع أن يكون ركيك الأسلوب، ركيك ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم، مثل كلام العجم بطنك يوجعني، ولا يقول أهل الإسلام في أهل الذمة مثل أهل الإسلام في أهل الذمة، هذا كلام ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم.
محمد عليه الصلاة والسلام أفصح الناس، أوتي جوامع الكلم، إنما الأعمال بالنيات، تسمع كلامك. مطل الغني ظلمه، احفظ الله يحفظك. مثل من ترك من فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه الأحاديث الجميلة التي هي من كلام عليه الصلاة والسلام. أما ركيك ثقيل المعاني لا يقوله عليه الصلاة والسلام، ومثل أن يعلم القلب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك. مثل يوم قال إن جبريل نزل فأمرني بالهريسة وقال إنها تشد في الظهر وتزيد في الجماع، هذا لا يصح، حديث الهريسة لا يصح. وأحاديث أخرى باطلة، وممن ما يعرف كذلك ببطلانها، وقد سبق هذا أن ينبه عليها، أو ألا يشهد لها أصلا في الإسلام وتعارض القواعد، وقد سبق بيان هذا. الأحاديث الواهية تعرف، هناك كتب تعلم، مثل اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للقارئ، الفوائد المجموعة للشوكاني تبين لك الأحاديث الموضوعة، الموضوعات لابن الجوزي، كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، كتاب تمييز الطيب من الخبيث للأثري، وكتاب كشف الخفاء للعجلوني، هذا تبين لك الأحاديث. أما كتب الحديث الصحيحة البخاري مسلم، مثل ما يجمع بين الصحيحين ابن خزيمة في الغالب، ابن حبان في الغالب، الحاكم لا يثق بتصحيحه، ويعاد إلى الكتب المصححة الآن في هذا العصر لمن نص أهل العلم على تصحيحها، والله أعلم. أيها الإخوة، بقي في هذا الباب قضايا، سوف يكون هناك إن شاء الله فيما يقرب درس في الأحاديث الضعيفة الباطلة التي وردت ولا أصل لها، أو هي ضعيفة ينبه عليها للعلم بها ليتجنبها طالب العلم على حساب استقراء أهل الحديث، ولعل الله أن ينفع. وأنا أوصيكم يا أخوتي في الله بأن تستحضروا في بيوتكم مثل بعد المصحف تفسير ابن كثير، رياض الصالحين للنووي، بلوغ المرام لابن حجر، مختصر صحيح البخاري للزبيدي، مختصر مسلم للمنذري، مثل صحيح الجامع الصغير للألباني، وأمثال هذه الكتب حتى تراجعوها وقت الحاجة. وقبل أن أنتهي إلى الأذان، اقتراح سبق هذا الاقتراح بالأمس في الجمعة، لكن أعيده اليوم بشيء من التفصيل. هو مكتوب في بعض الكتيبات لبعض العلماء الفضلاء في الساحة، هذا الاقتراح جميل وأنا أدعوكم إليه، بارك الله فيكم. هذا الاقتراح أن الله ينفع به، وما أمامي إلا رجل فاضل أو عابد أو مسؤول أو طالب علم أو مثقف أو خير أو وجيه، جعلنا الله وإياكم من الوجهاء عنده. الاقتراح يبدأ، يسمى مجلس الحارات، في كل حارة مجلس نادى به بعض العلماء، هو موجود في كتيب وقد عمل به في جدة ونجح نجاحا باهرا، أن يجتمع إمام المسجد والمؤذن وأحد الأشخاص من الحارة، هذا مجلس ثلاثة أنفار، هؤلاء يقومون ببرنامج للحارة، من ضمنه مجلس في الأسبوع مثلا مساء الجمعة ومساء الخميس، يجتمع أهل الحارة في مجلس مثلا بين المغرب والعشاء بدون كلفة، يدار عليهم الحديث الطيب مع البخور مع القهوة مع الشاي، ويتحدثون في شؤون في الحارة، فإن كان هناك مريض زاروه، وإن كان هناك عاصم نصحوه، وإن كان هناك متخلف عن المسجد نبهوه، وإن كان هناك فقير أعطوه، وإن مات ميت شيعوه، فيكون هذا المجلس يعرف أنباءهم وأخبارهم، ويكون بينهم تساعد وتعاون حتى يكونوا سويا. من ضمن بنود هذا المجلس أن يحاولوا أن يجلسوا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء في المسجد للعبادة، وهذا كان يعمل به في المنطقة وغير هذه المنطقة، وبعض العباد لا يزال يعمل به في بعض النواحي، إذا صلى المغرب جلس العشاء لأنه وقت مختصر، إلا من عنده ضرورة أو عمل أو أمر أو ارتباط، لكن وقت ساعة وما يقارب ساعة تتصل فيه بالله وتخلو بنفسك، لأن أعطينا أوقاتنا الهاتف والسيارة والسخانة والثلاجة والبرادة والأطفال والمنتزهات والمسابح والشواطئ، ثم نصلي هذه الصلاة 5 دقائق و10 دقائق، فلا تستطيع في قسوة قلوبنا أن تلينها، يلين القلب ذكر الله. ف
فإذا صليت مثلا تجلس مع إخوانك في المسجد تأخذون مصحفا أو كتاب، ولا يلزم أن يكون بينهم طلبة علم، وإذا حصلوا فأفضل، لكن يقرؤون في القرآن أو في كتاب أو يسبحون، أو يتجه الإنسان إلى القبلة ويذكر الله ويذكر أوراده ويهلل مئات التهليلات وآلاف التسبيحات لتكتبها الملائكة له، هذا من المغرب العشاء، ومن استطاع مع هذا من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فهو من أجمل ما يكون. هذا الأمر يقترح العالم كذلك أن يكون هناك زيارة للأحبة في الحارة، وأن يكون بينهم تعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقرروا طالب علم يقرأ عليهم إذا اجتمعوا مثلا في رمضان وفي غيره، يقرأ من رياض الصالحين أو من كتاب، إذا فعلوا ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم وجمع كلمتهم على الحق، وهو اقتراح من أجمل ما يكون. حتى يقترح هذا العالم يقول يكون هناك صندوق لهم، وهذا شيء من المال يدفع لهؤلاء لمنكوب أو متزوج أو فقير أو محتاج أو مشروع في صالح الحارة. ويقترح من ضمن هذا الاقتراح، وسوف أجمعه في مذكرة صغيرة، أن إذا كان هناك مشروع للحارة أن يتساعدوا في مراجعة المسؤولين كماء إلى الحارة، ككهرباء، كهاتف، كخدمات، كإزفلت، أن يراجعوا جميعا ليسهل هذا الطلب. يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولعل أهل القرى أن يفعلوا ذلك ويجربوا هذا الفعل، إذا فعلنا ذلك سوف نسعد جميعا، لأن العاصي سوف ينفرد، تارك المسجد تارك الجماعة سوف يستحي، الجماعة مجمعون كلهم أهل الحارة على مجلس وهو يخالفهم وهم ينصحونه وهو يرفض، إذا نصحوه ورفض قطعوه في آخر، يجتمع المجلس اجتماعا طارئا ويقرر بالإجماع أن هجرناه شهر. تتزوج ابنته ما نصحه، يتزوج ابنه نقطعه لأنه قطع المسجد بعد نصيحته وبعد إنذاره، إنذار مبكر، فإذا فعل ورجع فبها ونعمت، وإلا فنقطعه حتى يرتدع. إنسان عاصي رأينا عليه ملاحظة نكتب له رسالة بأسلوب، ما نجرح مشاعر أمام الناس، لأن يعني بعض الناس إذا صلى بعد صلاة العصر والجماعة مجتمعون قالوا يا عباد الله فلان ابن فلان فعل وفعل، ادعوا عليه، أولها يا الله، ثانية يا الله، ثالثة يا الله، أن تفتح لها أبواب العرش وأن تسلط عليه. هذا جاءت من عند نابليون هتلر، ليست من محمد عليه الصلاة والسلام. تكتب له رسالة في ظرف من إمام المسجد ومن اللجنة، وتنبهه أنك تخلفت عن المسجد، تهدي له شريطا إسلاميا كتيب تصله في بيته، لا تفضحه أمام الناس، تدعوه بأسلوب عل الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل. هذا الاقتراح عله أن يصادف إن شاء الله عندكم قبولا، ولعلكم تفكرون بتمعن، ومن عنده زيادة واقتراح فليفدنا به مكتوبا، فإنه مما يستحسن هذا حتى يأتي ضميمة مذكرة ينفع الله بها المسلمين، تقدم في بنود وفي مسائل وفي اقتراحات مشذبة ومهذبة، لأن رأي الاثنين أحب من رأي الواحد، فلعل منكم رجل خير ينفعنا باقتراح ليسمى مجلس الحارة لنحيا حياة السلف الصالح التي عاشها محمد عليه الصلاة والسلام. كثير الآن من الحارات ما يعرف الجار جارة، حتى ينتقل ينقل عفشه منه، يسكن عنده في العمارة 3 سنوات ما يعرفه، ولا سلم عليه ولا دخل عنده ولا قدم له خدمة ولا زاره يوم مرض ولا نصحه ولا واساه ولا آخاه ولا أعطاه، فأين جيرة الإسلام؟ بعضهم عمارة 3 أدوار 6 شقق أو أكثر، وهم كلهم من كل فج عميق أتوا مسلمون يصلون في المسجد، ولكن ما يتعارفون، حتى بعضهم ما يسلم، يمر من السيس كأنهم لغات متفرقة فلا يسلم عليه. هذا خلاف منهج الإسلام، وهذا هو الضياع بعينه. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تحابوا حتى تؤمنوا، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولي اقتراح أنه لو وجد كلفة في هذا المجلس الأسبوع الذي يعقد مساء الخميس في الحارة ومساء الجمعة، لو وجد كلفة بعض الناس يعتذر من الحضور، لو جاء في ذبائح وكبسات قال بيودونا في داهية سامحونا، لكن بدون كلفة، من المغرب العشاء اجتماع فقط ثم ينصرف، إلا إذا وجد في الشهر نادرا أو سمرة بعد
التراويح وافعلوا هذا في رمضان فإنه من أحسن ما يقرب القلوب ويقودها إلى الله، وأن الرحمة تتنزل على جماعة المسلمين إذا اجتمعوا في طاعة الله. هذا أيها الإخوة، وسوف أنصرف إلى الأسئلة لأجيب على ما يسر الله عز وجل، والله يتولانا وإياكم. يقول: ما رأيك في قصة الرجل الذي قتل 99 رجل وسئل أحد العلماء هل لي من توبة فرد عليه بقوله ليس لك من توبة فكمل بيامين؟ هذا في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم كالشمس. قصة الرجل الإسرائيلي الذي أوصى بأن يحرق إذا حضرته الوفاة فأحرق فغفر الله له، في الصحيحين عند البخاري ومسلم. ما قصة بحيرة، بحيرة الراهب هذاك الذي يقولون سافر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تصح، في سندها ضعف، لأنهم يقولون بلال معه، وقال الذهب يمكن بلال ما ولد تلك السنة، ما ولد، ما أتت بأمه رضي الله عنه وأرضاه، فلا تصح هذه القصة. أدبني ربي فأحسن تأديبي، رواه ابن عساكر عن أنس بسند ضعيف، قال ابن تيمية سنده ضعيف ومعناه صحيح. يقول: أورد الشيخ عبد الحميد كشف قصة المرأة التي جلدها الإمام مالك وأمر بجلدها، ولو أوردها فليس بمعصوم، حفظه الله وغفر الله لنا وله. يقولون أن عمر رضي الله عنه قال: أبكي من واحدة وأضحك من أخرى، أبكي إذا تذكرت ابنتي عندما دفنتها وهي تزيل التراب عن لحيتي، وأضحك عندما تذكر ما كنت أقوم به عندما كنت أضع أصنع في الجاهلية أصنام من تمر فإذا جئت أكلتها. لا يصح هذا، ليس بثابت عن عمر، ليس بثابت عن عمر. وحديث اللهم انصر أعز الإسلام وانصر الإسلام بأحد العمرين ليس بصحيح. وحديث والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لا يصح. هل كتاب رياض الصالحين الحديث الموجودة في صحيحة غالبها أو كلها صحيحة إلا 13 حديث فيها ضعف لكن تقرأ على الناس ويعمل بها فإنها ليس في حديث باطل والحمد لله؟ هل مختصر الصابوني فيه أخطاء؟ نعم فيه بعض الأخطاء ولكن قد يستفاد منه، لكن فيه أخطاء في بعض الأسماء والصفات ينبه عليه ونبه عليه بعض الفضلاء فلينتبه له. يقول: قال سبحانه: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فهل هارون المذكور في الآية أخو موسى عليه السلام فتكون مريم أخت موسى، أم هارون رجل آخر؟ بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رجل آخر وليس أخو، وليس أخا موسى، وقال صلى الله عليه وسلم: كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، فسموا أخت مريم أخو، وسموا أخا مريم هارون على اسم هارون أخي موسى، وليس أخو موسى هو أخو مريم هذا في هذه القصة، فلينتبه لذلك. حديث إن الله جميل يحب الجمال صحيح عند مسلم. حديث إن الله نظيف يحب النظافة عند الترمذي بسند ضعيف. يقول: مدرس كان يقص بعض القصص التي ذكر أنها مكذوبة ولم يكن يعلم كذبها وقصها ليفيد الطلاب، أولا غفر الله له وعليه لنبههم لئلا يغتروا بهذه القصص ويكتفي بالأحاديث الصحيحة. دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه المسجد وإذا برجل يقص على الناس أحاديث باطلة، قال عمر: ما هذا؟ قالوا: قصاص. فأتى إليه قال: ماذا تفعل؟ قال: أقص على الناس. فأخذ عمر الدرة وضربه على رأسه، قال: الله يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت تقص على الناس قصصا كاذبة. يقول العوام إن الله ما حول اليهود إلى قردة وخنازير إلا لأنهم سرقوا عصا الرسول عليه الصلاة والسلام وبروته وصحفته. لا يصح،
وقد حولهم الله قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام بمئات السنوات، وليس هذا بثابت، ومن قال هذا فقد أخطأ ولم تأتي بسند صحيح. يقول: قصة مصارعة الرسول صلى الله عليه وسلم لركانة ضعيفة ليست ثابتة، فيها ضعف عند أهل العلم أنه صارع ركانة، لكن يريدونها في السيرة لأن السيرة يتساهل فيها ما لا يتساهل في الأحكام. قصة عبد الله بن مبارك مع بهرام المجوسي، ما أعرف ما يقصد بهرام، إن كان يقصد اليهودي الذي دعاه بالإسلام فأسلم فهي صحيحة. يقول: كيف يجمع العلماء بين الحديث التي ترى بأن الفخذ ليس بعورة وبين الحديث التي ترى بأن الفخذ عورة؟ عند الحاكم عن أنس بسند صحيح، بل عن عبد الله بن جعفر بسند صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عورة المسلم من السرة إلى الركبة، وله شاهد عند الدارقطني. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره أنه قال: يا جرهة غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هذان الحديثان والأثران وغيرهما يدعوان إلى أن الفخذ عورة. ولكن ورد عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجرى فرسه في زكاك خيبر فانكشفت فخذه عليه الصلاة والسلام، جمع بينها أهل العلم فقالوا: القول يقدم على الفعل، لما قال صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة يقدم على الفعل لأن هذا فعل. وبعضهم يقول خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو جمع ضعيف، وبعضهم يقول أمر طارئ ما أراد عليه الصلاة والسلام أن يتكشف لكن انكشفت فخذه. والصحيح أن الفخذ عورة، وأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعلى ذلك لا يجوز الإنسان عند السباحة أن يلبس القصير إذا نزل مع إخوانه وزملائه في البحر أو في مسبح أو في بركة، ولا أن يلعب الكرة باللباس القصير، لا بد من السرة إلى الركبة. يقول: نرجو بيان صحة هذا الحديث، إن في جهنم لوادٍ تتعوذ منه جهنم في اليوم 7 مرات، وإن في الوادي لجب تتعوذ منه جهنم في اليوم 7 مرات، وإن في الجب لحية تتعوذ منه منها جهنم والوادي والجب 7 مرات. هذا لا يقول عده الله للفاسق من حملت القرآن، هذا حديث موضوع باطل. إذا سمعت 7 في 7 في 7 أو 70 في 70 هذه باطلة، مثل حديث يقول: يرزق الله عز وجل الشهيد في الجنة 70 قصرا، في كل قصر 70 حورية، في كل على كل حورية 70 قميص، في كل قميص 70 لون، ويبقى في 70 ساعة إلا 5. هذا حديث باطل. لقد أفطرت يوما من رمضان ودار علي 2 عامين لم أقضي، فما الحكم؟ اقضي يوما مكانه. والإطعام ورد عن بعض السلف، لكن ما أعرف في حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم أنك مع القضاء تطعم، لكن يقول اقضي يوما مكانه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.